وبأول محطاتنا الصباحية رح نروح لنضوي على موضوع جدا بهم الأهالي الأمهات، خاصة لأنه هن دائما بيكون هم الأكبر أطفالهم ومستواهم الدراسي. وزارة التربية أعلنت بدء العام الدراسي ب 8/9، نحن يعني خلينا نقول أسابيع وبتفصلنا عن هذا اليوم. خلال العطلة الصيفية للأطفال تعودوا على نظام غير النظام المدرسي، إن كان بالنوم إن كان بالنشاطات الصيفية، ومعظم الأطفال يعني قضوها سفر، ودائما نحن بنقول هي فرصة للأطفال حتى يتنفسوا يعني كرمال يروح يرجعوا للمدرسة بطاقة حلوة وطاقة إيجابية. ولكن اليوم كيف نحن قادرين نرجع نهيئهم إن كان بنومتهم إن كان بنشاطهم العلمي؟ اليوم في خطوات جدا مهمة يا ليلى. تماما يا رشا، وخصوصا للوالدين اليوم طرق التعامل اليوم مع هدول الأطفال، كيف ممكن يتعاملوا ويخففوا عنهم شوي القلق والتوتر، وبعض النصائح والإرشادات اليوم رح تقدم لنا إياها ضيفتنا آلاء داغستاني، اختصاصية نفسية واجتماعية. يسعد صباحك. يسعد لي صباحك. أهلا وسهلا فيك. صباح الجميع. صباح الخير ست آلاء، أهلا وسهلا فيكي. عندك أطفال؟ إيه. اليوم بلشتي بهدول التهيئة والأساسات لحتى ترجعيهم للمدرسة؟ هلا والله انا هلا حاليا اولادي ما لهم موجودين معي، بس ايه دائما نحن كل سنه بنعمل نفس الشيء بالنسبه لموضوع التهيئه. انا اصلا بالاصل يعني فكره الانفصال بالتمام عن السيستم او نظام معين ما بخليه يكون موجود بالصيف، يعني في سيستم انه الاطفال بيرتاحوا مع الروتين، فكتير مهم انه نحن نحافظهم على روتين معين، حتى لو نحن تخربط شوي عن روتين المدرسه نحافظهم على روتين معين بالفئه خاصه وبالنوم. لأنه موضوع تعديل الساعة البيولوجية يعني بيكون شوي هذا أسأل شيء على الأطفال لحتى يرجعوا على المدرسة، خاصة لما يصير عندنا فترات سهر طويلة، فلذلك ما كتير يفضل. فهي من أهم الأشياء أنك أنت تحافظ على جزء من الروتين بالعطلة. تمام. حتى لا يعني اليوم الأهل عم بيروحوا لهذا الشيء، يمكن بفترات المدارس يعني الأهالي حتى بيلتزموا يعني بيناموا بكير بفيقوا بكير، حتى كمان بيكون هنن عندهم روتين معين. نعم. بينكسر هذا بفترات الصيف. يعني اليوم نحن بدنا نحكي الأهل والطفل اليوم بدهم يعملوا روتين أو يعملوا يبلشوا يكسروا هذا الشيء يمكن قبل مرحلة المدرسة، وأحيانا يمكن في قصص الدورات الصيفية بتخلي يمكن الطفل ضمن شوي جو المدرسة. نعم. خلينا نحكي أكثر عن آلية كسر هذا الروتين العطلي. هلا أول شيء بالنسبة للروتين الرجعة المدرسة، إحنا هلا لازم نبلش، يعني لأنه عندنا موضوع النوم هو أهم شيء. يعني قبل بشهر تقريبا أو أقل. تماما ضروري، لأنه نحن بنحتاج تقريبا من أسبوعين لثلاثة لحتى نرجع نمشي على النظام الجديد وجسمنا يتعود عليه ويتقبله. تمام. فعنا نحن اول شيء النوم، يعني كثير مهم انه نبدا نرجع النوم للوقت الطبيعي لحتى الطفل يكون مكتسب ساعات نوم كويسه. هاي كثير صعبه. ايه يعني هاي نقطه كثير مهمه، لانه لازم الطفل ينام مثلا بالكثير 10 10 ونص، يعني هذا التوقيت صار كثير، يعني بدنا نقول انه هذا اقصى شيء. تمام. حتى ينام ساعات نوم كافيه، جسمه خلايا الجسم تكون ارتاح بشكل جيد، يقدر يفيق الصبح ساعة 6 7 بده يروح على المدرسة، فإنه يكون قادر يفيق بطاقة، قادر يفيق بنشاط. فهذا شيء كثير مهم كخطوة أولى نبلش نحن نعدل موضوع النوم. كمان شغلة مهمة المفروض نبدأ نشتغل عليها هي موضوع مثلا إذا نحن كان عندنا بالصيف كثير أوقات على الموبايل، كثير أوقات مثلا حرة، عرفتي شلون؟ فنحن المفروض نبدأ نرتب هاي الامور لنعمل لها اوقات معينه، ننظم هذا الشيء حتى يتعود عليه الطفل، لانه نحن اذا بدك تفوت على المدرسه وبعدين تقول بدي بلش ما بتزبط، فما عاد تزبط. يعني هاي النقطه كثير خاصه مهمة. يعني ذكرتي نقطه جدا مهمه هي التابات والموبايلات، واليوم للامانه يعني معظمنا إذا مو الكل عم يعتمد على موضوع النت واليوتيوب كرمال يعطي الأولاد ينتبهوا عنهم شوي. هلا خلينا نقول شو في الحق على الأهل، ولكن اليوم ضغط العمل ضغط الحياة، يعني خلينا نقول أيضا الأنشطة الصيفية اليوم مو كل الأهالي قادرة تدخل أطفالها للأنشطة الصيفية. نعم. فبيكون الموبايل أو النت هو البوابة الوحيدة لإلهم. نعم. فمثل ما قلتي شوي شوي نحاول نختصر الوقت. أكيد. بس ما فينا نحن نسحبه بشكل مباشر. لا لا، تدريجي تدريجي، نحن كل شيء بنشتغله بشكل تدريجي. يعني حتى هلا مثلا ساعات النوم، يعني إذا هلا مثلا نحن تعودنا ننام بالصيف لنفرض المتعودين يناموا من بعد 12، فأنت ما فيك فجأة تقول له للطفل نام الساعة 10،
شلون؟ فنحن شو بنعمل؟ كل كم يوم بنقلل شوي، كل كم يوم بنقلل شوي، لازم يفيق بكير لحتى يقدر ينام تماما. يعني هاي بقى بتجي مسؤوليه الاب والام بهذا الشيء لحد ما انه نوصل لمرحله المدرسه. يعني مع بداية المدرسة يكون نومنا انتظم مثلا على 10 وفائتنا انتظمت الساعة 6 الصبح، فبيكون هذا الشيء أول شيء احنا ما ضغطنا على الطفل ومشيناه بشكل تدريجي، وهذا الشيء مشي ببرمجة سلسة على جسمه. قبل ما نروح لطرق التواصل بين المدرسة والأهل، خلينا نحكي شوي عن الأطفال اللي بيكونوا أول خطوة لهم بالمدرسة، سواء صف أول أو تحضيري إنه روضة. تمام. اليوم هدول أصعب شيء يمكن التعامل معهم، أو أصعب شيء تعويدهم، هون يمكن لهم معاملة خاصة. أكيد. طيب شوفي شو هلا نحن عندنا الأطفال بدهم يفوتوا أول مرة على المدرسة، طبعا كثير مهم إنه أنا بتمنى يكونوا الأهالي بلشوا أصلا يشتغلوا معاهم على عدة أمور. إذا ما بلشوا يا ريت يبلشوا هلا، لأنه كثير مهم الطفل إنه ما يفوت على المدرسة فجأة. يعني أنت في عندك شغلة بدك تفهم المرحلة العمرية تبعه، هاي المرحلة يلي هي مثلا 4 سنين 5 سنين أو 6 سنين عم تكون. هذا الطفل هو قاعد بالبيت، هو متعود على جو الأمان، متعود على وجود ماما، متعود على وجود بابا. فبالنسبة له إنه فجأة تقيميه من البيت تحطيه بمكان مع ناس جداد، ناس غربة، ما فيك تقول إنه هذا شيء طبيعي. واكثر شيء يعني بصراحه مزعج انه بيقول لك عادي زته بالمدرسه وامشي اتركه يبكي كذا. في يعني هاي الحلول جدا هاي بتصير جدا او صارت يعني يعني بتعمل صدمات، عرفتي؟ لانه الطفل بهاي المرحله يعني هو بالنسبه له ما بيستوعب انه هو بعد عن ماما وراجع يشوف ماما. عرفتي شلون؟ ما بالنسبه له في اشياء هو ما بتكون هي مفاهيم لسه واضحه عنده، هلا بده يتعلمها هي المفاهيم. فكتير مهم نحن نفهم أن الطفل من الطبيعي أنه يكون بهاي المرحلة لساته متعلق بأبوه وأمه، لأنه بالنسبة له هذا الجو الأساسي اللي هو متعود عليه، فهذا بيعمل له الأمان. فأنا بدي درج تدريجيا، أول شيء من خلال أنه نحكي قصص عن المدرسة حلوة، من خلال نحكي عن أطفال راحوا على المدرسة، يعني نبدأ الطفل يسمع، نخلق له صورة خيالية عن المدرسة حلوة، نفرجيه مثلا كرتون او مقاطع او شيء عن اطفال راحوا على المدرسه، يبدا ياخذ فكره شو هي المدرسه وشو يعني اني انا اروح على المدرسه. هذا بالنسبه للاهل هن اللي بيعرفوه، فما فيك تتوقع انت انه ابنك فهمان هذا الشيء، لانه هو مش فهمان، بالنسبه له شيء غريب، بدك ترغبه. تماما، بس بالتدريج. ومن المهم جدا انه اول احنا بدنا نعرف الطفل ليتعود على بيئه جديده، تمام، بده تقريبا للعشرة ايام لحتى يتعود على انه هذه المدرسه هي مثلا بيئته، هي مكانه. للعشرة ايام على بكي وصياح. هلا نحن فينا ما نخليها تكون بكي وصياح، عرفتي؟ بس هذا الحكي بصراحه شوي عندنا ما موجود. تمام. يعني عندنا ما بيقبلوا انه الام تكون موجوده بالمدرسه اول يوم، بيقولوا اذا ضلت معه او ضل شايفها بده يضل متعلق فيها، لازم يبعد عنها شوي. اول يوم كثير مهم تكون الام معه، والمهم انه الولد اصلا ما يطول بالمدرسه. يعني ما ضروري انه اول يوم، خاصه لاول يوم لطفل اول مره عم يداوم. تمام. مش بالضروري. بعدين نحن بنبدا مثلا شو نعمل، تودي الام وتقول له شوي يعني نشغله، بعدين قل له شوي بترجع ماما، فهو يشوف انه ماما عم تروح ترجع بعد شوي، بعدين بنبلش نطول المده لحد ما ماما تروح ترجع اخر الدوام. هذا الشيء خلى الطفل ما يتعرض لصدمه، لانه ما بتتخيلوا قديش انه القصص اللي عم تصير هي بتخلق صدمه عند الطفل، صدمه نفسيه، لانه هو بيشعر انه انا اهلي تخلوا عني. زائد لما مثلا ما يكون في عندنا كثير تعاون يعني مع من كادر المدرسه، خاصه ما يكون عندهم طلاب كثير، فهن بيكون شوي احيانا ما عاد في اهتمام خاص للطفل وكذا، فانت الطفل عم بيحس حاله هو بمكان غريب. هذا بيؤدي لشو؟ بيؤدي انه الطفل عندي ينشا هو كرهان المدرسه، حيؤدي انه انا ما حيكون عندي انتاجيه دراسيه. يعني انت بالنهايه بدك ابنك ناجح، يعني بدك اياه يفوت على المدرسه يكون ناجح. فأنا لما أعمل شايفة هاي الخطوة الأساسية هي ممكن تخلي أنا ابني يكره الدراسة، يكره المدرسة، يكون دائماً عندي معاناة مصاحبة لفترة المدارس. فنحن كرمال ما نوصل لكل هدول كتير مهم التمهيد. طيب في شغلة مهمة كتير كمان لهدول الأطفال، أنه نكون بدأنا نعلمهم الاستقلالية. أحد الأشياء الغلط عند الأهالي هي أنه ابن هذا 5 6 سنين هي بتطعمي، هي بتفوته على الحمام، هي بتدير بالها عليه. في عالم لأكثر من هيك، في عالم لأكثر، في عمر أكبر يعني. تمام. بس هذا الحكي خلى الطفل اسمه عنده اعتمادية على الآخرين.
لما يكون الطفل عنده اعتمادية دائما على ماما، هو كيف بده يستوعب فكرة المدرسة، فكرة انه انت بدك تفوت على الحمام، بده ياكل لحاله، بده يعتمد على حاله. ففكرة الاستقلالية فكرة تبنى مع الطفل من هو وصغير، يعني من اول ما بيخلق ابني بلش علمه على الاستقلالية، بس ولكن حسب عمره، يعني نحن نمشي فيها تدريجيا، تبدأ تقريبا من 6 شهور سنة منبلش فيها خطوات بسيطة، وبتكبر من عمر السنة شوي شوي. فكثير مهم انه الطفل قبل ما ندخله على الروضة، قبل ما ندخله على المدرسة، يكون تعلم هو يفوت على الحمام لحاله، تعلم ياكل لحاله، تعلم يشلح ثيابه لحاله، يلبس ثيابه لحاله، لانه هاي قدرات وامكانيات هي اصلا تناسب عمره، يعني ما انت عم تعطي شيء ما بيناسب عمره. لما يكون متعلم هدول حيبدا يكون هو، خلينا نقول، مش معتمد كليا على ماما، فهذا الشيء حيسهل عليه دخوله على الروضه، حيسهل عليه اندماجه مع الاطفال، حيسهل عليه انه يكون موجود. اما طفل عنده اعتماديه زائده حيفوت على الروضة، حيكون كتير صعب عليه انه يستغرب. تمام، هاي شغلة تانية كتير مهمة لهدول الطفل. شغلة ثالثة كتير مهمة للطفل يكون متعلم احترام القوانين، يعني يكون في عندي بالبيت قانون، لانه بالمدرسة في قانون، في انه انت بدك تقعد بالمقعد، في انه انت ما في تطلع برات الصف، في انه في اوقات للاكل، في اوقات لكذا. فلما يكون الطفل ما نتعود على أي قانون بالبيت، يعني ولو قوانين بسيطة، إحنا ما عم نقول شغلات معقدة، ولكن في قانون مثلاً إنه الأكل له مكان، في قانون مثلاً إنه الثياب بدها تنحط محلها، يتعود الطفل إنه يتحمل مسؤولية. تماماً، هي من جزء من المسؤولية، بس إنه يتعلم التزام القواعد. صحيح. عرفتي؟ لما يتعلم التزام القواعد بالبيت ولو جزء من القواعد، حيروح على المدرسة يكون قادر إنه يمشي مع القواعد، يفهمها. تمام. اما لما يروح على المدرسه وما متعلم القواعد او ما في احترام، فهو حيكون كلمه انه الانسه لا ما في بالنسبه له مصيبه، عرفتي شلون؟ فحيكون بصراعات بالمدرسه، حيكون في مشاكل كثير بالمدرسه، ممكن تحول لطفل عدواني بلحظه. تماما، يعني هو نحن بدنا نقول انه الاطفال على فكره يعني هن بطبيعتهم الفطريه مش عدوانيين، وبطبيعتهم الفطريه هن كثير حدا مبهج، عرفتي شلون؟ وهن حدا حرك وكذا، بس لما نحن نجي نعمل اشياء بهاي الطبيعه الفطريه، هي اللي بتخليه طلع مكتسبه، بتصير مكتسبه سلوكيات سيئه. نعم، ذكرنا نقطه كثير مهمه، يمكن يوم اعظم، يعني معظم الناس اول يوم بالمدرسه لساته بذاكرته، يعني انا بتذكر تماما قد ايه بكيت اول يوم المدرسه وقت والدي دخلني على الباب ومشي. يعني دقوا له انه هو، انا انقطع نفسي من البكي، يعني ما قدروا يتعاملوا معي بالشكل الصح، وهذا الشيء يعني لانه نحن ما كان عندنا هي الثقافه كيف نحن قادرين نتعامل مع الطفل قبل الدخول. اليوم في كمان نقطه ثانيه، يعني انا اشوف يعني دخلت هاي التجربه، انه انا طفلي اللي عندي دخلتها مدرسه فاخذتها من ايدي وقالت لي اتركيها واطلعي. نعم. وهي عم تبكي للاسف، يعني انا شده. نعم. هي تشدني وانا شده، يعني نعم. والماس عم بتشد اثنين، انا وهي، وعم تفرقنا يعني. فانا عم اقول لها بس خليني ادخل مع الصف، تقول لي لا اتركيها وبتتعود يعني. نعم. هلا للامانه ثاني نهار هي حبت تفيق تروح، يعني نعم. لهو شوي وكذا عطوة، بس هذا الشيء غلط. أكيد. بالنهايه يعني بجوز الطفل ما يتقبل، يعني طفل غير طفلي مثلا بجوز يقول لك انا ما بقى بدي اروح. نعم. انا شدتني انا. نعم. كذا. نعم. قديه مهم اليوم التواصل ما بين الاهل، ما بين خلينا نقول المدرسه. نعم. بهاي الثلاثيه هي مع الطفل تشاركيه لحتى يقدروا يدمجوا هذا الطفل بصحه نفسيه سليمه 100%. لكن صراحه انا يعني الي عتب كبير على الكوادر التدريسيه بكلها، يعني خاصه وعامه. خلص صار شائعه هي القصه، لا لازم الطفل يضل. يعني انا دخلت بنتي روضه هون، بناتي درسوا بمدارس الحكوميه ما في غير سنه هلا. حتى بالروضات عم يتعاملوا بنفس الطريقه. نعم للاسف، يعني حتى بالروضات الخاصه نفس الشيء. يعني انا الي عتب عليهم انه نحن يعني صرنا اليوم عندنا في معلومات، ففينا نحن نعتمد على انه مثلا خلينا نقول نجمع هالكادر التدريسي، شوف اخصائي نفسي بس يعلمهم كيف يتعاملوا مع الطلاب، مع الاطفال، خاصه المرحله الصغيره، لانه مثل ما تفضلتي المرحلة هاي هي حتقرر على فكرة كل مسيرة حياته للطفل. حيضل أول يوم بحياته بالمدرسة. صحيح. يا هو أسأل يوم وأكره يوم بحياته، يا هو أجمل يوم بحياته أنه هو فات على المدرسة. وما فيك تنكر دور المدرسة أنه هو دور بناء،
فنحن بنتمنى نطلب من المعلمين كلهم انه يكونوا متعاونين وفهمانين لنفسيات الطفل. وللامانه انا يعني بتمنى انه ما يكون في ولا مدرس فايت على الكادر التدريسي باي مكان بدون ما يكون دارس المراحل النفسيه للاطفال ونموهم، خاصه بهذا العمر يعني. تماما، يعني انت اليوم ما فيك، انت بدك تقدر انه حاجته الطبيعيه، الطبيعي انه يبكي هذا الطفل طبيعي، فانا بدي احتوي حاجته الطبيعيه لاهله. الفكره يلي هو حاسس بالخوف على فكره، هو مرعوب، هو حاسس انك انت زتيتني بمكان غريب علي، ناس ما بعرفهم. فطبيعه الاطفال انه هي بتخاف من الشيء الجديد. نحن الكبار اليوم خوف مكتسب بيكون عندها يعني بهذه الفتره. هلا في شيء اسمه خوف طبيعي كمان، يعني شوفي في خوف مكتسب بس في خوف طبيعي. الخوف الطبيعي انه نحن لحد اليوم قد ما كبرتي وقد ما كنتي متزنه نفسيا، لما تفوتي على مكان كثير جديد، اشخاص كثير جداد، اول مره حتقابليهم، اول مره حتعدي معاهم حسب البيئه، او بح على بلد كثير جديده، فانت في عندك شعور خلينا نقول ولو شوي بالحذر تماما، كونه بمرحله عمريه انا تخطيت مرحله الخوف، فانت بتحسي انه شيء غريب، عرفتي؟ فما بالك طفل انت اول مره، هو لسه مفاهيمه عن الحياه هلا عم تتكون. فنحن بنتمنى طبعا اكيد تواصل الاهل مع الايد مع المدرسه كثير مهم، شرح الام ومتابعه الام مع المدرسه وشرحهم انه لحاله الطفل نفسيا. يعني انا مثلا هلا مثل ما قلتي انا بنتك تقبلت مثلا مشي الموضوع معها بسبب خلينا نقول مناعة نفسية مكتسبة عندها شيء معين، ولكن هي بالفطرة قوية ممكن، بس في أطفال تانين لا، في طفل تاني بيتعرض لصدمة نفسية، بيصيبه انعزالية، ببطل يروح المدرسة، بصير كل ما بيروح بده يأثر رفقاته، بصير يعني بصير عنده حالة ثانية يعني. فكتير مهم أنه نحن نتواصل، كتير مهم أنه يكون خاصة عن البدايات يكون في تواصل قوي بين الإدارة والأنسة المسؤولة عن الصف والأم. كثير مهم نحن نشرح للأنسة الوضع تبع الطفل، خاصة إذا عنده وضع نفسي معين بالبيت تماماً. وضع أو صحي تماماً، الكثير مهم حتى تكون الأنسة عاملة ببالها أنه هذا الطفل في شغلات معينة كذا. ولما نسمح، ويا ريت نسمح أنه أول كم يوم يكون في تدرج بوجود الأهل وكذا، هذا الشيء كثير حيسهل عملي، حتى حيكون سهل على الإدارة تماما. يعني بدل ما يقعدوا يمسكوا الطفل ويعانوا معاه ساعتين ثلاثة ليسكت، فصار الموضوع أسلس، أسلس على الإدارة وأسلس على الأهل. صحيح. وأكثر يعني شغلة صحية أكثر نفسيا للطفل بمستقبله. أكيد اليوم معلومات جدا مهمة وحتفيد كثير من الأهالي. شكرا لحضورك اليوم الاختصاصية النفسية والاجتماعية آلاء داغستاني، ونتمنى هيك تكون هالمرحلة هوينة إن كان على الأطفال وإن كان على الأهل. إن شاء الله يا رب، الله يا رب يجعله هيك. أمين. عام جديد وحلو، وبالتوفيق لكل الأهالي ولكل الطلاب.